مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. نحن الان داخل مركز الاورام بجامعه المنصوره. هذا المركز الذي يحتل المرتبه الثانيه في مراكز الاورام على مستوى الجمهوريه. هذا المركز يقدم الخدمات الطبيه لمختلف المواطنين على مستوى محافظات الدلتا. امكانيات المركز والتحديات التي تواجهه نفتحه اليوم مع كثير من الملفات الأخرى مع ضيفي الأستاذ الدكتور محمد حجازي، مدير مركز الأورام. دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك محمد، نورتونا، نورتوا المنصورة وجامعة المنصورة. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية، ما الدور الذي يقدمه مركز الأورام بجامعة المنصورة؟ أولا طبعا أهلا وسهلا بكم في المنصورة وجامعة المنصورة اللي أعطت المنصورة لقب عاصمة الطب في مصر، وإحنا فخورين جدا بهذا اللقب. هذا اللقب جه من تميز جامعة المنصورة من مراكزها الطبية. مركز الأورام بتاعنا اللي يشرف بوجودكم في جنباته النهاردة هو أحد درر هذا التاج اللي بيرصع جامعة المنصورة، المراكز الطبية المتخصصة. احنا في مركز الأورام فخورين بحضرتك، قلته احنا تاني أكبر مركز أورام على مستوى مصر في تقديم الخدمة الطبية لمرضى الدلتا. دلتا مصر اللي بتمثل حوالي 40% من تعداد السكان في مصر، احنا بنقدم لهم الخدمة الطبية المتكاملة للأورام. احنا نخدم قطاع محافظات ضخمة يمكن حيمتد الى 9 محافظات مجاورة. بنسمي نفسنا في المجال الطبي تيرشري ريفيرال سنتر، يعني احنا مركز لتحويل حالات الأورام من المستوى الاول والمستوى الثاني. بيخبط على بابنا مريض الأورام بكافة تخصصاته وكافة أعماره. أنا بتكلم عن الأورام الصلبة، الأورام السرطانية الصلبة، أورام السرطانية بتاعت أمراض الدم، اللوكيميا، الليمفوما، أورام الغدد الليمفاوية، جميع أنواع الأورام بيتم مجرد بس ما المريض يخبط على باب المركز أهلا وسهلا بيه. بيلاقي نفسه في خدمة طبية متكاملة من تشخيص وإعطاء العلاج الدوائي والجراحي وتقديم كمان حاجة عندنا اسمها ما بعد العلاج. الجزء الاخر مركز اورام المنصوره بيتميز بيه، احنا مركز اورام جامعي من قلائل على مستوى الجمهوريه اللي اسمنا مركز اورام جامعي. مراكز اورام في الجمهوريه بتنقسم الى مراكز جامعيه، مراكز تبع المجالس الطبيه المتخصصه، ومراكز تبع وزاره الصحه. كلهم اروع من بعض، وكلهم بيقدموا خدمه طبيه وفيها جنود مجهولين بيدوا كل عمرهم للناس. تميز المراكز الجامعيه استاذ محمد في المجال البحثي، في المجال البحثي. فبالاضافه لتقديم الخدمه الطبيه احنا فخورين جدا بالثروة البشرية اللي عندنا اللي بتقدم كل الابحاث الطبية، بنشارك فيها على مستوى العالم، بنشارك فيها بالحضور، بنشارك فيها بالستاتستكس، بالاحصاء، بالمعلومات، بنشارك في كل ورش العمل في العالم. حضرتكم النهاردة نورتونا، وانت النهاردة جيت لقيت ورشة عمل الدولية حاضر معنا واحد من اكبر خبراء جراحة التجميل في اوروبا كلها. فده ده 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 جزء من الشغل بتاعك. الورش دي يعني ايه يا دكتور؟ يعني لما يكون عندنا قامه من قامات دراسات وابحاث الاورام في اوروبا، يعني ما موضوع الورشه وكيف يستفيد الطبيب في مركز اورام المنصوره من مثل هذه الورش؟ الورك شوب اللي حضرتك جينا بدون ميعاد واللي ناس شغاله النهارده دي هي بتلخص رساله مركز الاورام. الورك شوب بتضم عندي 45 طبيب جراح من مستوى جمهورية مصر كلها، شاركونا اهلا وسهلا ضيوفنا في الوركشوب دي، في ورشة العمل دي. احنا هدفنا ايه كمركز اورام جامعي؟ نوحد لغة عالمية طبية لممارسة جراحة الاورام في مصر. نعم. بمعنى لا يصح ان نجد طبيب بيمارس جراحة الاورام باسلوب خاطئ ينتج عنه ان المريض يدفع الثمن. يعني ايه اسلوب خاطئ؟ هناك اساليب صح واساليب اقل صحة واساليب لا تندرج تحت كلمة الصح. احنا بنحاول نوصل المعلومه للناس. لو سمحتوا احنا لسه بنتكلم دلوقتي الورشه دي النهارده عن جراحات المتقدمه لاورام الثدي. بداناها مش بنتكلم نعمل ايه للعيان، لا ازاي اختار العيان بتاعي. احنا بنقول ان المرض الاورام هو عباره عن اثنين متغير، المرض والمريض، المشكله وعائل المشكله. حل الاورام مش بس انا اقول الورم في المرحله الفلانيه انا هعمله عمليه سي اتش. العملية الاتش دي تنفع للمريض ده ما تنفعش للمريض ده، فهو اتنين متغيرين. بلانس جراحة الأورام كل الوقت في العالم كله ازاي اصل الى نسب شفاء رائعة وفي نفس الوقت احافظ على نوعية حياة جيدة للمريض. من اول التشخيص، من اول هكومينيكيت معاه ازاي، ابلغه الخبر ازاي، وافصل له اقول له ايه خطوات العلاج المتاحة في جانب نفسي في الموضوع. بالظبط بالظبط. لما احنا نقول التيم بتاع عنوان الورشة النهاردة هي الثدي اللي عندنا في مركز الأورام، فإحنا بنتناول كل ما يخص مجال الثدي، من كشف مبكر،
من بتقابل العيان بتكلمه ازاي؟ بتدرس الحاله ازاي؟ احنا بنتكلم معانا خبراء من مركز اورام، من مركز قومي للاورام، معانا خبراء من مصر كلها، معانا خبراء من اكبر خبراء جراحات الثدي في اوروبا. احنا بنشارك العالم محاولين ان نقول تتم خدمه مريض الاورام بهذه الاسلوب الامثل. مركز الاورام بجامعه المنصوره يقدم الخدمه الطبيه لمختلف محافظات الدلتا. صحيح. عدد كبير من المحافظات. صحيح. كل المواطنين يلجا الى هذا المركز في مجال الاورام. تمام. هل متوفر بمركز الاورام بجامعه المنصوره الامكانيات اللازمه لتقديم الخدمه العلاجيه والطبيه لهذا العدد الكبير من المواطنين؟ سؤال رائع يا استاذ محمد، سؤال رائع. عشان اقول لحضرتك ان مركز اورام يملك بدعم حكومي ان يعالج الناس، يبقى انا بضحك على نفسي. ومش في مصر، في العالم، في البلاد الاكثر منا دعما ماليا. احنا شفنا في كل العالم دونيشن، اعلانات التبرعات لمراكز الاورام في كل مكان، في السبوي في لندن، في الهاي، في المولز في امريكا. دايما بقول مراكز الاورام هي عباره عن طائر. هذا الطائر له جناحين، جناح حكومي وجناح مدني. ان اردت لهذا الطائر ان يحلق ويعلو الى افاق بعيده، لازم الجناحين يكونوا على نفس الكفاءه. الجناح الحكومي بامانه مش بخلان، يعني احنا بلد بامكانياتنا بظروفنا. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا اشتغلنا من لما جينا المركز، اشتغلنا ما طلبناش حاجه واتقالنا لا، بس في حدود. لازم الجناح التاني المدني يشارك معايا. فالجناح الحكومي عامل، الجناح المدني عامل، طموحاتنا اكبر من كده كتير، وطموحاتنا اكتر من كده كتير طبعا. محتاجين لك ان تتخيل حضرتك ان عدد المرضى المترددين على مركز الاورام تضاعف 10 مرات من تاريخ انشائه. احنا افتتح المركز سنه 2004، كنا بنتردد سنويا من 20 ل 25000 مواطن. احنا السنه اللي فاتت احصاءاتنا داخلين على حوالي 250000 مواطن. حضرتك بتتكلم عن 10 اضعاف المعدل. هل ال 10 اضعاف دي نتجت من زياده معدلات المرض؟ قد تكون. من زياده ثقه الناس في المركز، نتمنى، وهو عشم كبير. من زياده الاعداد المحافظات اللي قلت اعداد الاطباء المؤهلين لتقديم الخدمه الطبيه، قد يكون. ما نتج عنه ان الدعم مطلوب، احتياج المركز لا يتوقف. لان انا لو انا دي امكانياتي ل 10 مرضى، ال 10 بقوا 20، الاحتياجات هتزيد. ال 20 بقوا 100، الاحتياجات هتزيد. انا في حاله احتياج دائم. مريض الاورام، مين مريض الاورام؟ احنا بنعيش رحله مريض الاورام من ست بسيطه صاحيه من بيتها قبل الفجر عشان تركب القطر، تيجي من محافظه ثانيه، تيجي على باب المركز، معاناه. تخبط على باب المركز، ما عندهاش حاجه اسمها استناني، ما عندهاش حاجه اسمها لو سمحتي تفهمي. الخيارات محدوده جدا. انا اصبر، لكن اطالب هذه المريضه او هذه والده الطفل المريض او زوجه الطفل المريض او هو نفسه، اقول له اصبر. ما عندوش صبر، هو ما عندوش صبر، هو يكفي ما هو فيه من معاناه. احساسنا بكده والاحساس اللي واصل للجناح الحكومي، واشكر الجناح المدني انه بدا يشاركنا في القصه دي، خلانا الى حد ما سدين احتياجاتنا. لكن بلا شك كان ممثلين عندنا في اسيوط. ده كان سؤالي القادم لحضرتك يا دكتور، الدور الخارجي الذي يقدمه المركز بعيدا عن تقديم العلاج والخدمات الطبيه داخل جدران المركز. ماذا عن القوافل التوعويه؟ يعني هل هذه القوافل تؤتي بثمار جيده، وتقييم الاطباء الذين يقومون بهذه القوافل؟ تمام يا استاذ محمد. ولا حاجه، في الاول خالص انا فخور بكنز المركز الكبير دايما بقوله، الثروه البشريه. انا عندي مجموعه ما يقرب من 200 عضو هيئه تدريس في هذا المركز في جميع التخصصات. هعد لحضرتك، انا عندي جراحه اورام، اورام بطنه، امراض الدم، اورام الاطفال. بيخدم هؤلاء الاربعه، اربع فرسان الكبار، ويعاونهم كلينيكال باثولوجي المعامل، وقسم الباثولوجيا الانسجه والخلايا، وقسم التخدير مشكورا، والعنايه المركزه، وعلاج الالم، والرعاية النفسية. مجموعة بوتقة كاملة من خيرة علماء مصر مسخرين لخدمة مريض الأورام. أنا هذه الثروة أنا مش بخيل بها بس في جامعة المنصورة، لا، احنا بنمتد للجامعات الأخرى، وبنمتد للمحافظات الأخرى اللي محتاجة أي دعم بشري معنا. احنا جاهزين وما بنتأخرش، وبننزل بننظم حملات كشف مبكر للكل. ده الجزء الأول بتاعي، الخدمة اللي بقدمها لمركز أورام الوقاية. طيب المريض خبط على الباب، خلاص جه، ربنا ابتلاه، قلنا له لو سمحت ابعد اعمل، ثم حصل المرض وخبط على الباب. صدقني انت مش جاي مركز، انت جاي بيت، وبيت ناس قروية وفلاحة وعارفة يعني ايه ضيافة.
صدقني اي مريض هيخبط على مركز اورام جامعه المنصوره هو ليس مريض وبيقابل دكتور، هو ضيف جاي لبيت، ولك حق الضيافه، لك مني ما تشاء، لك مني وقت ومجهود، مني مش انا، مني انا بتكلم عن هذه الثروه البشريه اللي حكيت لحضرتك عليها، على كل الاطباء المقيمين، مش اطباء فقط، انا ثروتي ليست فقط في المجال الطبي، انا ثروتي في الصيادله، في المهندسين، في طاقم اداري رائع، في عمال، في فنيين، في جيش متكامل. هل يشعر المواطن المريض عند دخوله لمركز الاورام بجامعه المنصوره بهذا الشرح التي توفينا ما به؟ نحرص عليه، فتح الله عليك في هذا السؤال، ما نحرص عليه هو كده. أستاذ محمد، مين الجيش اللي أنا قلت لحضرتك عليه؟ هم مصر، الأطباء والمهندسين والصيادلة هم نسيج من مصر. مين نسيج مصر حاليا؟ 90% إيجابي وبوزيتيف وعايز يعمل، 100% بنحب البلد، 90% إيجابي وبوزيتيف، 10% محبطين، وقليل منهم المحبط وليس فقط المحبط. ما وعدش حضرتك أنت مش جاي جنة، هتلاقي نماذج سلبية في أي مكان في مصر، في نماذج سلبية، بثق إن احنا حريصين جدا على الفيدباك اللي حضرتك بتقوله. لما جينا سياساتنا الشكوى مفيدة جدا، اشتكي حضرتك، قول لي ده بيعمل حاجة غلط، ثق إن هصلحها بأي أسلوب، أنا حريص على إصلاح المنظومة بالكامل. مفيش فيها كلام، بس أنا هعرف منين من غير الشكوى؟ احنا يمكن في مصر عندنا كونسبت الشكوى، لا انا برحب بالشكوى، حضرتك قول لي المشكله فين علشان امد فيه، انا حريص انا وغيري. بخصوص الجانب المالي، يعني انا اعلم ان كثير من المواطنين لا يستطيعون انفاق اي اموال على المرض، وبالطبع الحكومه تنفق ما تستطيع عليه. ما مصدر المال الذي يعتمد عليه مركز الاورام جامعه المنصوره؟ الجناحين اللي قلت لحضرتك عليهم، الجناح الحكومي والجناح المدني. يا له من منظر لما حضرتك تشوف طوابير الناس اللي شايله ايس بوكسز مليانه كيموثيرابي ومليانه محاليل وداخله المركز تقدمه للناس. سيدي الفاضل، لا تقلق ابدا من التمويل في وجود نيه صادقه في العمل والتغيير. بالبلد كده سمعنا ربنا. وده ما حدث. احنا المركز الوحيد الذي لم يعاني في عز الازمه من اي توقف ولو جزئي في تقديم الخدمه الطبيه. الشكر مش بتاعنا، الشكر لاهالي الدهليه واهالي المحافظات المجاوره اللي كانوا بيجوا، مش دهليه فقط، الدهليه وكفر الشيخ والغربيه، كل دول جولنا، بورسعيد، انا مش عايز انسى حد، كلهم جم وتبرعوا بالمركز، وبقول لحضرتك شايلين دواء كايام الازمه. المصدر الدواء عندي، المصدر الحكومي السخي معانا الا امكانياته، انا مش هطالبه باكتر من كده، والمصدر المدني اللي حاسس ان في ناس بتشتغل واثقه في هذا المكان وبتدي ينتج عنه الاند ريزلت في الاخر. انا ما بحملش مريضي حاجه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت له توجيهات واضحه بالقضاء على قوائم الانتظار وتقديم الخدمه العلاجيه والطبيه والعمليات الجراحيه لكافه المواطنين الذين هم مدرجون على قوائم الانتظار في انتظار الفرج كما يسمون. كيف لعب مركز الأورام جامعة المنصورة دورا في القضاء على قوائم الانتظار؟ أولا أقول لحضرتك مدى سعادتنا بتلقي هذا الخبر. القضاء على قوائم الانتظار، الكلمة دي احنا كنا بنحلم بها من 20-30 سنة. أخيرا وجد المواطن المصري من يحس بمعاناته. احنا سبقنا شريكنا في الفكرة دي من فترة، ما عندناش قوائم انتظار. أنا ما عنديش قوائم انتظار. لما جينا نقول اعملوا لنا بقى الليست، كان جراحه الاورام مدرجه، تعالوا احنا بنبعت اسبوعيا الليسته بالحالات اللي بتعمل، ما يقرب من 200 حاله بنعملها اسبوعيا، 200 حاله اورام. مريض الاورام بيجي يدخل عندي محتاج عمليه، بنعمل عمليه. في سبيل ذلك احنا بنشتغل 8 غرف عمليات، 5 فوق و3 ماينور تحت، بنشتغل 5 ايام في الاسبوع بلا توقف، بنشتغل من الساعه 8 صباحا الى الساعه احيانا 8 مساء بلا توقف، وحريصين على عدم وجود قوائم انتظار في جراحة الأورام، ولله الحمد والفضل إلى الآن ناجحين. طب وقع قرار السيد الرئيس على المواطن، على المريض نفسه، كنت شايفه إزاي؟ أنا بقول لحضرتك، يعني مين يتخيل إن أخيرا حد بيحس بالمواطن؟ أخيرا سيادة الرئيس مشكورا حس، أنا لا اقضوا على قوائم الانتظار، لا اشتغلوا أكتر، ومش كده بس، ده سيادة الرئيس كمان اهتم بالبعد المالي. يعني أنا اقضوا على قوائم الانتظار، اشتغلوا أكتر وله مقابل مالي جيد. احنا كمواطنين بنقدم الخدمة الطبية كنا في غاية الفخر والسعادة والفرح لحاجتين. اخيرا المواطن المصري بيلاقي حد بيحس بيه ويقول له انا مشاركك، وده عهدنا وامنا في السيد الرئيس. واخيرا احنا كنا صح، احنا قلنا مش عايزين قوائم انتظار، هنشتغل 24 ساعة، هنشتغل اكتر،
ولله الحمد والفضل ويا رب يقدرنا ونكمل كده ثقتنا في الجناحين. أهمية الكشف المبكر على المواطن ودوره في سرعة ودقة علاج السرطان. كل حاجة، كل حاجة بمعنى كل كلمة، كل حاجة. مرض الأورام مرض في منتهى، مش ما بحبش كلمة سرطان، نقول الأورام. مرض الأورام مرض بسيط جدا بشرط اكتشافه في المرحلة المبكرة، ومرض صعب جدا لدرجة أن أنا ممكن أقول لك أنا لا أصنع المعجزات لما يجي في مراحل متقدمة. الوعي والكشف المبكر. سيدي الفاضل، في كلمة بسيطة، رول بسيط قوي، ما يصحش خالص نيجي نقول ايه انا عندي الحاجه دي حاسس بيها مكلكعه من 6 شهور، ما ينفعش. في قاعده طبيه بسيطه لو طبقناها هنرتاح كتير. لو انا المواطن بيشتكي من اي عرض وليكن حموضه، بنروح لما يسمى الفيرست ريفيرال فيزيشن، الطبيب المستوى الاول، وليكن عندنا في مصر الصيدلي او طبيب الوحده الصحيه. انا بشتكي من حموضه، طب خد الدواء ده كده حضرتك وجرب. لو انا ما ارتحتش في خلال اسبوعين اروح لسبيشاليست، لواحد متخصص في هذا المجال، يبقى انا هتجه بعد اسبوعين من عدم ارتياحي الى طبيب امراض بطنيه. طبيب امراض البطنيه المتخصص قيس على ذلك بقى، لو بتكلم عن صداع او بتكلم عن ارتشاح في الاذن او كلام من، كل واحد في تخصصه. لو انا اخذت 4 اسابيع مع المعالج السبيشاليست ولقيت ما فيش راحه، كونسلت اورام، اسال اورام. احنا هنا في مصر لا، بتيجي الست تقول لحضرتك انا عندي الماس الكلكيعه اللي في صدري دي بقى لها قد ايه يا سيدتي؟ بقى لها 2 سنين. هاو كام؟ فالاكتشاف المبكر يساوي حياه. المؤشرات يا دكتور او الملامح اللي لو ظهرت على الانسان لازم يزور معهد الاورام او مركز الاورام. الكلمه الاولى اللي انا قلتها لحضرتك دي، اي عرض لا يختفي بعلاج 6 اسابيع، 2 معالج عام و4 باخصائي، فضل شرفنا في مركز الاورام. اي تغيير يا سيدتي في، هنتكلم على 60% من اورام الثدي بتصيب السيدات في الثدي، اي تغيير حضرتك في جلد الثدي، في الحلمات، في افراز دموي من الحلمه، الم غير مبرر في الثدي فترات طويله، شرفينا في مركز الاورام. اي تغير في طبيعه في البق، اي اعراض ثابته عند الانسان اكثر من 4 اسابيع شرفنا، بالاضافه لان انا ابقى واعي لمعاملات الخطوره. احنا ما نجيبش 100 مريض ونقول له ال 100 مريض دول زي بعض في مدى ونسبه التعرض للاورام، لا، في مريض اسمه اكثر عرضه للاورام ومريض اقل عرضه للاورام. اهمهم القصه الجينيه والوراثيه. يعني انا لو عارف ان انا في عيلتي في اورام كتيره مثلا في مجال الثدي او القولون او البروستاتا، لا انا لازم ابدا كشف مبكر وانا في سن 30 وانا بيزك خالص. سيده في سن 30 وعندها في العائله افراد كتيره مصابه باورام الثدي، هبدا عن سن 30 سنه واقل من ذلك كمان اعرف يعني ايه افحص صدري، هبدا اعمل موجات صوتيه، هبدا اعمل ماموجرام ريجولر، هبدا ممكن ادخل نفسي فيما يسمى بريفنت بروجرام، برنامج وقائي دوائي. لازم ابقى متابعه. القاعده شرفنا في مركز الاورام حينما تحس ان هناك تغيير في اي جسمك خلاك تشتكي، وهذه الشكوى فضلت ما يقرب من 6 اسابيع بدون تحسن مع العلاج. هل هناك خطط لتطوير مركز الأورام بجامعة المنصورة؟ هل هناك خطة لأن يكون هناك عيادات خارجية أكثر، معامل أكثر؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا هنتكلم تاني عن مركز الأورام. جه المريض خبط علينا، احنا عندنا المركز مكون من أقسام العيادات الخارجية، دي تخدم مرضى البطنة، أورام البطنة، زي ما نتكلم عن لوكيميا أو الليمفوما أورام الغدد الليمفاوية، أو المريض اللي تم بالفعل عمل عملية جراحية وبيتلقى العلاج الكيماوي بعد الجراحة، ثم عيادات جراحة الأورام بجميع أنواع جراحات الأورام بتقدمها وتطورها. والمركز فخور إنه بيضم كوكبة من خيرة أطباء مصر في مجال الجراحة ومجال العلاج. كل البروتوكولات العلاجية الحديثة بيتم تداولها وتطبيقها هنا في المركز. كل العمليات الجراحية المتقدمة بتتعمل في المركز. احنا متميزين جدا، جراحات المناظير عملت طفرة كبيرة بمجموعة شباب رائعين. جراحات إعادة البناء بعد أورام السرطانية موجودة. وتاني بقول لحضرتك وفخورين جدا بالتايتل بتاعنا، ليس لنا قوائم انتظار، حريصين جدا على هذا اللقب الفخور بتاعنا. على قد ما بندخل من حالات على قد ما بنعملها الحمد لله تعالى، فإحنا فخورين بهذا. ثم عندنا دور أورام الأطفال، ثم عندنا دور أورام الدم، ثم دورة التاج الوقت اللي بيحصل عندنا في الدور ال11، دور زرع النخاع، وده هيكمل الخدمة الطبية المتكاملة بتاعتنا إن شاء الله تعالى. وبدأنا فعلا في تطويره. المبنى، أعداد المرضى بتتضاعف، المبنى رأسي. لازم هناك الرؤية المستقبلية للتطور بعد ما اكتملت الأوجه كلها بالأقسام، مبنى يواكب هذه الزيادة المضطردة في أعداد المرضى. بنحلم إن شاء الله تعالى، وإدارة الجامعة مشكورة وإدارة الكلية ساعدتنا ووفرت لنا مبنى مجاور الحمد لله تعالى.
بدأنا بالفعل في إجراءات بناء مبنى بديل للمبنى اللي احنا هناخده. المبنى ده هيكون الحلم بتاعنا. الرئة التانية هنعتبر ان احنا كده بنتنفس برئة واحدة، الرئة التانية على وشك انها تتفتح ان شاء الله تعالى. الرئة التانية دي رؤيتنا هتاخد كل الانفراستراكشر من المبنى ده، هيروح هناك بالغليات، بالصيدلية، بالمخازن، بالجزء الإداري، بالعيادات الخارجية، و 13 دول ان شاء الله تعالى هيبقوا متفرغين للإمبيشنت. لان انا متوقع بالزياده الرهيبه اللي انا بشوفها ان بعد 3 4 سنوات ماكسيمم 5 سنوات لن يستوعب هذا المكان هذه الزياده في الاعداد. في المجال البحثي هل يخضع الاطباء والاساتذه الموجودون في المركز الى بعثات خارج مصر لمواكبه تطور العالم ومواكبه التطور الذي يشهده علاج الاورام في مختلف دول العالم؟ اسمح لي اولا اشيد بقدرتك الجميله في اداره الحوار، انت لفتت نظري لحته يعني بتفوت حته متروعه. لم يكن المركز ليتطور بدون السفر. هذه الرؤيه تبنيناها من بدايه افتتاح المركز، 2004 افتتح المركز، 2006 مش عايز اقول لحضرتك ما بنقعدش. ما فيش اسبوع، مش هقول لحضرتك شهر، الا بتلاقي واحد او اثنين مننا في الخارج. البعثات المشتركه، الاشراف المشترك، البعثات الكليه، الفيلوشيبس، الزماله، كل ما اسمه سفر احنا معاه. ومجموعه من الشباب سافروا في العالم كله، احنا بنسافر في كل العالم. بقول لحضرتك احنا بنشارك في جميع ورش العمل الخاصه، الورش العمل اللي شغاله عندنا حاليا هي امتداد لورش عمل عالميه. بنسافر، بنجيب النولج من بره، بنيجي نطبقها، بنجيب الناس من بره نقول لهم احنا بنعمل. هي تبادل، هي حركه العالم. لن يحدث اي تقدم علمي في اي مركز وهو استجنت وراجد في مكانه. لازم، وهكذا الحياة، الاستجنيشن يساوي انفكشن، يساوي التهاب. الرسالة اللي حضرتك تحب توجهها للمواطنين والمشاهدين لتجنب الإصابة بأمراض السرطان؟ Live healthy، ببساطة عيش 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 حياة صحية. بمعنى الأول خالص خالص الحالة النفسية. هل تعرف أن من أهم عوامل زيادة تعرض الأورام الكرونيك ستريس، الضغط النفسي المستمر؟ طب ازاي؟ يعني هي الحياه كلها شويه ستريس. لازم تلاقي منفذ لهذا التوتر، المنفذ ده قد يكون سجاده صلاه، قد يكون هوايه، قد يكون اي وسيله بتعملها لتفريغ الضغط النفسي. ثم اهتم بحياتك. قلل تماما في تعرض حضرتك لما يسمى الدهون. قلل تماما ما يسمى الجانك فود، الادويه، الاكل بتاع الشوارع، قلله. اهتم حضرتك ببروسيسنج الاكل بتاع حضرتك، فلتر الميه موجود، هنبدا نبيل اوف القشر بتاع الخضروات والفاكهه، ده بيبقى فيه جزء كبير من المبيدات. اهتم جدا بغسيل الحاجات اللي هتيجي المنزل عندي. الرياضه ممارسه الرياضه بادنى صورها يا استاذ محمد قد ايه بتخفض حدوث الاورام. ممارسه الرياضه ان وي ديفايند يعني ايه رياضه؟ 10 دقائق يوميا ما يسمى مودريت اكسرسايز على تريد ميد، على عجله، 20 دقيقه جاست جوجينج، نط في مكانك، جاست ايروبكس، شويه ايروبكس، 20 دقيقه بير داي، 10 دقائق على عجله، كافيه جدا تخفض نسبه حدوث الاورام بنسبه جيده جدا. الفواكه، الخضروات، قلل الدهون، البروتين انت مش محتاج في اليوم اكتر من 100 جرام، 60 ل 100 جرام بير داي، كويت انف عليك. ابعد عن عوامل الاسترس يا سيده، اوعي خلي بالك حضرتك ان مثلا اقراص مانع الحمل بالنسبه للسيد بلاش تاخدي اقراص مانع الحمل لمده اكتر من 5 سنوات او 10 سنوات. بصفه عامه هجمعها تاني، ليف هيلثي، حاول تعيش حياه صحيه، تجنبي التعرض للشمس، تجنبي التعرض للشمس في الفتره من 11 الظهر لغايه 3 4 العصر، الفتره دي سيئه في تعرض لاشعه الشمس اورام الجلد السرطانيه. الموضوع ببساطه، الأورام مرض، الرسالة، الأورام مرض سهل يمكن الوقاية منه ويمكن السيطرة عليه تماما، بشرط أن الوعي الأورام ينتشر عند الناس بحيث تيجي في مرحلة مبكرة نعدك بالشفاء تماما إن شاء الله تعالى. متوجه لحضرتك بخلص الشكر يا دكتور. كان هذا اللقاء مع دكتور محمد حجازي مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة ضمن جولة صحبناكم فيها في محافظة الدقهلية. بدأناها بلقاء مع دكتور كمال شاروبين محافظ الدقهلية، فتحنا خلاله الكثير من الملفات مع محافظ الدقهلية، وجولة أخرى صحبناكم فيها داخل مركز الأورام بجامعة المنصورة. ختاما أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.